السلام عليكم ورحمه الله ايها الاحبه لحظه الموت هي اهم لحظه ستمر بها في حياتك كل نفس ذائقه الموت الاسئله التي نود ان نناقشها اليوم ماذا يرى الميت لحظه الموت كيف نرى شكل الملائكه هل هي مخلوقات جميله ام مخلوقات غير محببه ما هو شكل الملك او الملائكه وكم عددهم ما هو شكل ملك الموت ماذا يحدث عند سكرات الموت هذه اللحظات وماذا يحدث لحظه خروج الروح وماذا يحدث عند إلقاء هذا الانسان في القبر؟ الحقيقه هذا المقطع اخي الحبيب انا اهدف من خلاله ان اغير نظرتك للموت من نظره مرعبه مخيفه الى نظره فيها استبشار برحمه الله فيها حب للقاء الملائكه فيها نهاية للمرض والحزن ومشاكل الحياة أول شيء أخي الحبيب يجب أن تعلم أن الملائكة لا يمكن لإنسان أن يراها وهو على الحياة لأنها مخلوقات مختلفة تماما عن الطبيعة البشرية نحن نرى الأجسام المادية أو نرى الضوء لأنه عبارة عن فوتونات مادية ضوئية نرى النجوم في السماء عبارة عن ذرات وعمليات احتراق نراها نرى الأشجار والبحار كلها مواد يعني الكون مصنوع من حدود مئة عنصر تشكل هذا الكون نحن نرى هذه العناصر ونرى النور ونرى النار وكل ما هو مادي الملائكة خلقت من نور ولكن ليس مثل هذا النور ليست الفوتونات الضوئية نور الله يعلم حقيقته فأنت لن تستطيع أن ترى الملائكة ب نطاق الترددات الضوئية المسموح لعينك أن تراها يعني نحن مثلا لا نرى الأشعة تحت الحمراء مع أنها موجودة يعني أي مصدر ضوئي إذا كان عندك مثلا أشعلت عود كبريت عود ثقاب النار التي تنطلق هنا حولها يوجد أشعة تحت حمراء لا نراها نرى فقط النار نرى اللون الأحمر أو البرتقالي أو الأزرق التي هي تحت الحمراء لا نراها وهناك اشعه فوق بنفسجيه لا نراها. هناك ترددات كهرطيسيه تنتشر في الجو لا نراها. اذا نحن اعيننا ترى فقط طيف محدود جدا من الاشعه الضوئيه. وبالتالي الملائكه لا نراها باعيننا. لحظه الموت الله سبحانه وتعالى يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يصبح مجال البصر لم يقل عينك لان الانسان لحظه الموت قد يكون مغمض العينين يرى ببصره والبصر يختلف عن العين، العين هي اله هي الاله اله الابصار ولكن الاعمى يمكن ان يبصر الله تعالى يقول لهم اعين لا يبصرون بها الاعمى يبصر الحق بقلبه وبعقله لا يحتاج الى العين وبالتالي عندما يقول تبارك وتعالى فكشفنا عنك غطاءك يعني هذا الغطاء الذي كان يمنعك من رؤيه مليارات الترددات الضوئيه او الترددات الكهرطيسيه وترى طيفا بسيطا جدا اصبحت الان ترى كل شيء وبالتالي تستطيع رؤيه الملائكه ولكن في اي لحظه لحظه الموت لا رجوع للحياه هذه اللحظه ليست هي الموت المؤقت ما يسمونه موت مؤقت وليست غيبوبه بل هي الموت الحقيقي الذي لا رجوع للحياه بعده، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديد يعني حاد، ترى الملائكه، هنا يأتي دور الملائكه في توفي يتوفون الانسان، ما هو شكل الملائكه؟ كيف نراهم؟ الملائكه ليست مخلوقات جميله دائما، هي مخلوقات جميله تسبح الله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة حملت العرش يستغفرون للذين آمنوا والملائكة يصلون على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور إذا الملائكة لها أعمال رائعة جدا كلها فيها خير للمؤمن ولكن لحظة الموت إذا كنت ممن يرجو لقاء الله وتستعد للقاء الله الملائكة سيأتون بصورة لم ترى مثيلا لها في جمالها أبدا لذلك لحظة الموت المؤمن صدقني لا يريد أن يعود للدنيا أحيانا المؤمن يصاب بنوبة قلبية قاتلة ويدخل في سكرات الموت في هذه اللحظة تجد الأطباء وأبناءه وأقاربه يتحسرون عليه وأسرعوا لنعالجه وكذا 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 هو فرح لا يريد أن يعود لحياتكم هذه الكئيبة المليئة بالظلم المليئة بالقهر المليئة بالأمراض المليئة بالنقص المليئة بحاجة بحاجتك لعباد الله المليئة بالهموم بالمشاكل لا يريد بعد أن رأى هذه الصورة الجميلة جدا للملائكة التي لم ير مثلها في حياته لذلك هنا قبل أن يرى الملائكة الميت يدخل في حالة من الخوف هذا قبل اثناء سكرات الموت قبل ان يرى الملائكة يدخل في حالة من الخوف والحزن مزيج هو يخاف على مستقبل ابنائه ماذا سي لأنه يدرك انه سيموت يعني انا أحدثك عن اللحظة التي دخل فيها في سكرات الموت لا عودة للحياة انتهى في هذه اللحظة يدرك الميت أنه سيموت وأنا أتحدث هنا عن المؤمن الكافر نسأل الله أن يهديهم جميعاً. سأتحدث عن المؤمن. عندما تعاني من سكرات الموت وتدرك أنك عاجز عن فعل أي شيء، لا تستطيع أن تنطق أو تتحرك، هنا دماغك يبدأ يستحضر الذكريات. يستحضر صور أبنائك. طيب ماذا سيفعل هذا الطفل الصغير من بعدي؟ من سيعتني به؟ طيب هذه الزوجة الضعيفة ماذا كيف ستنفق على نفسها من فت فيبدا هنا مزيج من ال... من الحزن ومزيج من الخوف من المستقبل. هذا المزيج من الخوف والحزن في هذه اللحظه تتنزل ملائكه الله سبحانه وتعالى. وهنا القرآن يصور لنا في سوره فصلت يصور لنا هذا المشهد الرائع الذي يعني انا اتمنى ان اعيشه وكل مؤمن يتمنى ان يعيش هذا المشهد، انظر معي اخي الحبيب. يقول سبحانه وتعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اذا الايمان والاستقامه. طيب هل هذه صعبه؟ ان تقول ربي الله صعب، ان تقول لا اله الا الله صعب، ان تقول امنت بالله، ليست صعبه، كلمه تقولها، ثم استقاموا ما معنى استقاموا؟ يعني هذا الطريق مستقيم وهنا طرق يمين وشمال. يتفرع منه طريق الزنا يغضب الله لا اريده، طريق الخمر، طريق الربا، طريق الظلم، طريق الفساد، طريق طرق كثيرة جدا، ولكن خط مستقيم فيه مرضاة الله وفيه كل ما ينفعك من صدقة، من بر، من فعل الخيرات، من أعمال بر، من قراءة القرآن، هذه هي الاستقامة، هل هي صعبة؟ يعني هل هل هناك صعوبة أن تمنع نفسك عن الخمر؟ القضية ليست صعبة، كل أطباء العالم يقولون لك أن الخمر مضر جدا 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 ويسبب سرطانات وأمراض كثيرة، ولا يوجد طبيب في العالم ينصحك أن تصبح مدمن خمر أو مدمن على الفاحشة أو أو إلى آخره، فإذا الله هنا يريد مصلحتك، يريدك أن تعلم أن ترك شرب الخمر وترك الزنا والربا وكذا هذه فيها مصلحة لك، هذه هي الاستقامة، كل ما فيه خير لك هو استقامة. أنا عندما أبر بالوالدين أو عندما أتحدث بكلمة طيبة مع إنسان هذه هذا نوع من الاستقامة، عندما أقدم خدمة لإنسان، مساعدة لإنسان، دون مقابل فقط ابتغاء وجلاء هذا هذا نوع من الاستقامة، عندما أمسك لساني عن الشر هذا نوع من الاستقامة، عندما أواسي إنسان بكلمة طيبة والنبي يقول والكلمة الطيبة صدقة. هذا نوع من الاستقامه، اذا مسحت على راس يتيم تعاطفا معه ورحمه هذا نوع من الاستقامه، الاستقامه هي هي الاعمال التي فيها مصلحه لك وفيها خير وفيها فائده لمن حولك. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اذا العمليه سهله، كل انسان يستطيع ان يستقيم، فاتقوا الله ما استطعتم. ما هي النتيجه؟ لحظه الموت هنا اثناء سكرات الموت وانت في حاله الحزن والخوف كما قلنا مزيج من الحزن على الماضي الخوف من المستقبل ماذا ما هو مصير الاولاد ما هو مصير كذا والحزن على الماضي تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا اذا اول صوره تراها لملائكه من اجمل الصور التي يمكن ان يتخيلها انسان مجرد ان يقول لك الملك أو الملائكة تقول لك ألا تخاف ولا تحزن يبدأ الإنسان يشعر بالطمأنينة يشعر أنه ذاهب إلى رب كريم بعد ذلك عندما تطمئن وتهدأ ويذهب عنك الحزن والخوف تأتيك البشرى من الملائكة فيقول لك هذا مقعدك من الجنة تنظر إلى جنة عرضها السماوات تفتح أمامك فتحة إلى السماء فيها النعيم فيها أنهار من العسل واللبن وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأنت تقول كل هذا لي يعني كلها يعني جنة يعني أنت في الدنيا كنت تقاتل وتكافح من أجل مئة متر مربع مثلا بيت تحتمي به طب الآن جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لي أنا طيب كم هذا الاله كريم وكم هذه الدنيا التي ورائي ورائي اصبحت تافهه لا قيمه لها فهنا المؤمن يبدا قلبه يعني يتيق يتوق للقاء الله للجنه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون تاتي البشرى هنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أنا أريدك أن تتخيل هذا المشهد أخي الحبيب لأن فيه علاج لأمراض العصر. إذا بقيت تفكر بهموم الدنيا ومشاكل الدنيا ومصاعب الحياة ستموت قهراً. ولكن كل يوم فرغ ولو ربع ساعة، نصف ساعة اجعل يعني تخيل أنك تعيش هذا الموقف وهذا من الناحية النفسية علمياً أمر جيد على فكرة يعني. فتخيل انك الان تقف امام ملائكه الله اجمل صوره تراها على الاطلاق واجمل مشهد تراه لمقعدك من الجنه الا تخافوا وتجد هذا النداء اجمل صوت ستسمعه هو صوت الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا فتقول لك الملائكه نحن كنا قدوتك كنا قدوتك في الدنيا وفي الآخرة أيضا نحن معك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تأتيك بشرة أخرى ولكم فيها يعني ليس فقط المشهد الذي رأيته لا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون انظر انظر معي أخي الحبيب تريد أن ترى شخص مات قبلك تريد أن تراه ترى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم تريد أن, أن, ترى الأنبياء سوف تراهم كل ما تشتهي نفسك سوف يحققه الله لك ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم في هذه الحالة هنا الإنسان المؤمن الذي هو بينه وبين الموت لحظات تبدأ نفسه تشتاق للقاء الله ولا يتمنى أن يعود للدنيا يعني الأطباء يقفون والناس تدعو له يا رب اطل عمره وهو طبعا لا يريد ان يعود الى هذه الحياه، هو اصبح في في حاله فرح في ايه اخرى فرحين بما اتاهم الله من فضله، وكل انسان ينفق حياته في سبيل الله لخدمه الناس، ثق تماما ولمنفعه الناس، طبعا النبي قال: خير الناس انفعهم للناس، كل انسان ينفق حياته في هذا الطريق صدقني سيكون فرحا مستبشرا تنطبق عليه هذه الايه فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا هنا دائما القران يركز على عدم الخوف وعدم الحزن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد ان اخذت الملائكه هذه النفس هذه النفس تصعد لخالقها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اذا النفس تبدأ يبدأ النعيم قبل الموت بالنسبة للمؤمن على فكرة ولن أتحدث هنا عن الكافر وعذاب القبر يعني دعونا فقط مع المؤمنين عسى أن نكون جميعا منهم إن شاء الله أخي الحبيب النعيم نعيم القبر أو النعيم بعد الموت لا يبدأ بعد الموت يبدأ لحظة رؤية الملائكة قبل الموت وبالتالي هذه اللحظات القصيرة التي ستعيشها قبل الموت مع الملائكة تكافئ كل الحياة كل الصبر وكل الاذى الذي تلقيته وكل الالام التي تلقيتها وكل المعاناة التي عشتها صدقني ستنساها تماما في هذه الثانية القليلة التي تاتي الملائكه لتبشرك فيها بجنات النعيم لذلك هنا عندما تصعد هذه النفس الطيبه الى خالقها يذهب الجسد الى القبر والجسد هذا سيتبخر ويتفتت بعد فتره ويتحول الى تراب لا قيمه له سيبقى في الدنيا اما نفسك هي التي تنعم هي التي تفرح هي التي تستبشر الان في القبر اخي الحبيب اصبح لدينا جسد فاني لا قيمة له، سيتحول إلى تراب ونفس موجودة في عالم البرزخ هي التي تنعم أو تعذب هي التي تأنس بخالقها عز وجل، هي التي ترى الجنة ويبقى الوضع هذا كما هو عليه في عالم ما وراء البرزخ إلى أن يبعث الله الناس فيركب هذه النفس بناء الجسد يعيد إحياء الجسد ويركب عليه هذه النفس ومجرد بعث الإنسان المؤمن يحمد الله تبارك وتعالى لأنه أمضى حياة البرزخ وهو ينتظر هذه الجنة الآخر الذي أمضى حياة عيسى في البرزخ وهو يرى النار ويعرض على النار مجرد أن ركبت النفس الخبيثة على جسده الذي أحياه الله قالوا يا ويلنا أول كلمة ينطق بها انظر الفرق المؤمن يقول الحمد لله ويبعث على ما مات عليه من الايمان الكافر الغافل اول ما يخرج اول ما تركب نفسه على جسده فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا انت كنت ترى النار وتعرض على النار يعني ما شاء الله طيله فتره البرزخ الان جاء الجد قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يعني كان وضعه يرى النار ولكن يعني عذاب نوع من العذاب ولكن عذاب قليل يعني سيء سوء العذاب يسميه القران ولكن الان جاء العذاب الاكبر ولعذاب الاخره اشد وابقى فيعذبه العذاب الاكبر فاذا هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا تاتيهم الاجابه الصادمه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فنسال الله عز وجل ايها الاحبه ان نكون من المؤمنين من الصادقين وصدقني أن تكون من الصادقين من الذين استقاموا أمر في غاية السهولة يا أخي غير معقول أن الله يخلق إنسان يخلقه ويأمره بأوامر لا يستطيع أن يطبقها هذا غير صحيح أنت أن الإسلام أساسه الطهارة والطهارة شيء جيد طبياً شيء جيد أساسه حب الخير للآخرين وقلنا النبي يقول خير الناس أنفعهم للناس الملائكة الحيتان النمل المخلوقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلون على معلمي الناس الخير أنت أن تعلم الناس الخير هناك ملائكة تستغفر لك وتدعو لك بالرحمة هذه هي صلاة الملائكة صلاة الحيتان لك يدعو لك بالرحمة يستغفرون لك وبالتالي ماذا تريد أكثر من ذلك يعني الإسلام دين بسيط جدا سهل كل انسان يستطيع ان يصل الى هذه هذا المستوى، والان فقط النيه انوي ان تكون من الصالحين فقط لا تحتاج لا الى عمل كثير ولا شيء، نحن نعلم الرجل الذي قتل 99 نفس واتم بهم المئه، نوى ان يتوب فادخله الله الجنه، انسان لم يعمل في حياته حسنه قط كما قال النبي في الحديث الصحيح، ولكن كان يداين الناس يعني يتاجر مع الناس فيامر غلامه يقول اذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عني يعني كان يعامل الناس بالحب بالتسامح يقول تسامح عسى الله ان يسامحني فلما مات تجاوز الله عنه وادخله الجنه انظر كم الاسلام بسيط يعني ليس معقدا ولكن المطلوب منا أن نفهم هذا الإسلام على حقيقته نسأل الله عز وجل أن يتوفانا جميعا على الإيمان وأن نكون من الذين قال الله فيهم سأعيد هذه الآية وأختم بها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.